سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء التاسعة. ارتفع الانتاج المحلي والواردات مهمة أساسية من المهام التي تقوم بها الحكومة لحماية المستهلك. وتأتي بعض الطيور التي تسمى ناقرات الثيران لتقف على ظهور الجاموس البري لتلتقط ما يتعلق بجسمه من الطفيليات أو الحشرات، وتعتبر هذه الطيور جزءا من النظام البيئي للسافانا الأفريقي. صباح الغناء والحب لبلدنا الحبيبة. الغناء الشعبي في مصر بيأثر في نفوسنا وبيأثر في وجداننا، ويمكن أغلبية الشعب المصري بيحب الغناء الشعبي لما له من تأثير، وبيعبر عن تقاليدنا وبيعبر عن عاداتنا وبيعبر عن تراثنا.